بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها لكم مني اجمل تحيه من شاشه مصر الزراعيه وحلقه جديده من برنامجكم صوت الفلاح. يعني قبل ما نبدا حلقتنا النهارده طبعا دلوقتي في الحمله المكبره لازاله التعديات على الاراضي الزراعيه اللي هي بدات اول امس يوم الاثنين الماضي ودي حملة مكبرة على مستوى الجمهورية بتتم في جميع المحافظات طبعا لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الحقيقة اللي هي وصلت لرقم مخيف يعني احنا قربنا من 85 ألف فدان تم التعدي عليهم منذ 25 يناير 2011 حتى الآن وكان لازم يكون في وقفة جادة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية لأنه الحقيقة من, من أخطر معوقات التنمية الزراعية في مصر هو موضوع التعديات على الأراضي الزراعية بالإضافة طبعا للزيادة السكانية المضطردة كل عام وإذا كنا طبعا نحن في حاجة دائمة لزيادة الأراضي المستصلحة ولزيادة الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي حتى يتواكب مع الزيادة السكانية المضطردة كل عام يبقى لابد أن نحافظ على الأقل على الحيز الزراعي الموجود أو المساحة الموجودة بالفعل وطبعا نزيل كل التعديات على الأراضي الزراعية. الحمله طبعا بدات يوم الاثنين الماضي وبتكون على مراحل المرحله الاولى يتم ازاله في هذه المرحله يتم ازاله الاسوار والمخازن وملاعب الكره اللي هي منتشره في تقريبا في معظم القرى وايضا التشوينات وبعدين المرحلة الثانية هتكون متعلقة بالتعديات أو المباني التي لم تدخلها المرافق والمرحلة الثالثة هتكون خاصة بالمباني اللي دخلت لها المرافق بالفعل طبعا الحملة مستمرة لمدة عشر أيام والهدف من هذه الحملة إزالة التعديات على مساحة تصل لتسعة عشر ألف فدان بإجمالي 33% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير 2011 وحتى الآن طبعا إحنا بنقول وخمسين ألف دان طبعا دي المساحة المتبقية بعد الإزالات اللي تمت لأن إحنا كنا خلال الحقيقة السنوات السابقة كانت الإزالات مستمرة ولكن ما كانتش بنسبة 100% وطبعا يعني احنا نهيب بكل اهالينا المزارعين طبعا الالتزام باللوائح، الالتزام بالقوانين وان طبعا الارض الزراعيه دي ملك الاجيال القادمه والتعدي عليها بيؤثر على يعني الامن الغذائي المصري. اما بالنسبه لموضوع حلقتنا النهارده، الحقيقه النهارده حلقه عامه يعني لا تخص محافظه بعينها ولكن تخص جميع المحافظات هنتكلم باستفاضه بقى عن الاداره المركزيه للمحطات البحثيه ودورها والدور الفعال للمحطات التابعه لهذه الاداره وايه اللي بتقوم بيه من اجل النهوض بالانتاج الزراعي وايضا البحوث الزراعيه وهنتكلم ايضا عن معهد بحوث المحاصيل الحقليه هذا المعهد المهم اللي فيه العديد من الاقسام وهو معني بزياده الانتاجيه من جميع المحاصيل الحقليه علشان كده هيشرفني بعد هذا الفاصل الاستاذ الدكتور جمال سرحان رئيس الاداره المركزيه لمحطات البحوث وايضا الاستاذ الدكتور رضا محمد علي وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقليه بعد هذا الفاصل